برضو عايزين نروح بقى مع حضراتكم يعني لزاويه تانية حبتين، تحت شعار لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، لعيبه النادي الاهلي بيواصلوا الاستحواذ على استفتاءات اختيار الافضل في كل جوله من مسابقه الدوري، وشفنا ده في اغلب الجولات اللي فاتت. الجوله بقى ال 21 بطلها هو بيرسي تاو اللي اعلنت رابطه الانديه اختياره كلاعب للجوله بعد الاداء المميز جدا الحقيقه اللي قدمه مع الفريق قدام الاتحاد السكندري بتسجيله هدف وصناعته لهدف اخر، حاجه عظيمه جدا. طبعا حاجه محترمه، مبروك لبيرس تاو، لان بيرس تاو هنرجع نقول تاني كانت من اللعيبه، مش جماهير النادي الاهلي اللي هي كانت تقول لك ده مش في مستوى النادي الاهلي، لا مش احنا ما بنعملش ده ابدا، بس كنا بنسمع من بره انتقادات لبيرس تاو والغير بيرس تاو من اللعيبه يا كريم اللي كانت بتنضم جديد ولسه ما بتكونش اخذت على اللعب وعلى الفريق وعلى الروح بتاعت النادي الاهلي الى حد ما، وده راجع لكل لاعب، لان انت عندك كتير لعيبه محترفه جت انضمت منهم. لو انت فاكر بدر بانون ازاي الانسجام كان سريع جدا بينه وبين اللعيبه، هي بتعتمد شويه او في الاول في الاخر على شخصيه اللاعب نفسه، ففي لعيبه بتقدر ان هي تندمج بسرعه وبيظهر ادائها بشكل كبير وفي اسرع وقت، وفي لعيبه بتاخد وقت شويه قد يصل لسنه بالمناسبه، وشفناها زمان ايام مانويل خوسيه. فعلى كل حال بيرس تاو كان من اللعيبه اللي بيتم انتقادها من قبل اشخاص لا تنتمي للنادي الاهلي، وكنا دايما بنسكت، كنا دايما مش بنطلع ندافع عن اللعيبه، بس كنا بنقول شوفوا اللاعب ده كمان فتره هيحصل ايه، وقد كانت بصراحه بيرس تاو قدر ان هو يرد على الارض، وانا بحب دايما فكره ان احنا نرد على الارض اي اتهام، اي يعني اهانه بتوجه ليك انت ما بتردهاش، انت بترد على الارض. فمبروك بيرس تاو النجاح، مش فكره بس حصوله يعني على اللقب ده يا كريم، دي قصه نجاح اكيد توجت في الاخر بكده.